بتقدم الطالبات دي كانت حاجة مفيدة جدا جدا. يمكن هم ذات مطالب ما كانوا متوقعين انه تمر عليهم محاضرات ويشوفوا تجارب بالشكل ده. علينا الطلاب انه يستفيدوا من العلوم اللي درسوها عشان بعدها نقدر نربطها بحياتهم العمليه. واستفدت ايضا انه الشخص ما يكون عنده تفكير محدود ويطلع للمستقبل ويحاول يفكر ويجتهد ويعمل استشارات. السودان كبلد افريقي وفيه شباب جديدين هم زادوا حيقودوا النهضة الافريقية العلمية ان شاء الله بإذن الله تعالى.